من أجل ذاتك لا تفقد الأمل، عبارة لربما أراد كاتبها أن يعبر من خلالها عن حال الكثيرين من المهجرين والمهاجرين الذين أبعدتهم ظروف مختلفة عن بلدانهم وأجبرتهم ظروف أخرى على خلق فرص عمل تتناسب مع أهوائهم وتقيهم الفقر والعوز. أكثر من 40 طاولة لمشاركات سوريات داخل هذا الملتقى الذي أقامته جمعيات عديدة في منطقة تقسيم السياحية ليكون بذلك دافعا لهن وجانبا تسويقيا لأعمالهن التي ساهمت كثيرا بتغيير صورة اللاجئين والمهاجرين. فانطلقنا بهالمهرجان هذا بوسط المنطقة السياحية بالتقسيم، طبعا لحتى الناس كلها تعرف انه السوري قوي، ما انه بحاجة لحدا. السوري اثبت وجوده ولله الحمد، ما انه معتمد على حدا، معتمد على نفسه. طاولات بيع بأسعار منخفضة لمنتجات عربية مختلفة تنوعت بين التراثي واليدوي وبعض القدود الحلبية والعروض المسرحية التي حكت أوجاع المهجرين السوريين، حضرتها شخصيات وطنية عديدة، وقد أطفى الملتقى انطباعا جيدا في نفوس زواره. دائما هو الألم هو الذي يخلق لدي هذا الإبداع، ولذلك أبدعت في الأعمال اليدوية التي نراها من شموع ومن ألبسة ومن مأكولات طيبة. دائما السيدة السورية لديها هذه القدرة على عمل هذه الأشياء. هو الملتقى الأول من نوعه الذي يقام بالقرب من شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم السياحية، وقد حمل عنوان ملتقى اهتمام اسطنبول ليكون وسيلة يمكن من خلالها تعريف زواره بالأعمال اليدوية والثقافة العربية. يحاول السوريون والعرب إثبات وجودهم في كل مكان يحلون به عن طريق إظهار إبداعهم وخلق فرص العمل المتوافقة مع تراثهم بكل الوسائل وكافة السبل المتاحة، ولعل ما رأيناه في هذا الملتقى مثال حي على ذلك. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول.